والخميس في عندكم محاضرتين، واحدة فقط رح أدخلها والثانية المفروض تدخل الثانية، بس يعني رفقا بالقوارير. يعني مش رفقا فينا إحنا؟ رفقا فينا إحنا بالقوارير. بكرة طبعا زي ما حطيت لكم على السينس، بكرة ما في محاضرة ولا الثلاثة في محاضرة. ما لكم وقت يا جماعة، كيف بالعطلة لحقتوا إشي؟ لا والله في ناس ملحقين والله، قعدت مرة صراحة في ناس قاعدة يسألوني عن آخر محاضرة. ما شاء الله بتعرف معقول؟ كل شيء قاري دكتورة هذا رح يجيب واقع ايش هو؟ شو؟ اسمكم اسمائهم، طب شو بتستفيدوا؟ ما عشان يخلصوا بالمد المسكين يا دكتور، عشان ما يرفعوش افريج فاهم؟ دكتور انا بتاع زي صباحنا، انا قضيت العطله اكثر بالاسئله بس لسه ما خلصت. ايش في شو في؟ فاضي هي بس قبل 10 دكتور اسال المنسقه رح تاخذ مني 22 سؤال. هي بتقدر تسالني، ما بعرف هي كيف شو بدها تعمل، بدها تخلي الامتحان من 40 ولا شو؟ صراحه ما عندي من 40 لا لا من 30 30 سؤال 40 سؤال 40 سؤال من 30 علامة، لأنه أنا مطلب مني 22 سؤال. أنا كمان رح يكون أتوقع 15. يعني دكتور أنتم بطلب منكم عدد الأسئلة الداخلة ولا عدد أسئلة ويختاروا منها؟ لا مطلوب منا لكل مادة المت تقريبا 22 سؤال. يعني قصدي أنت كدكتورة ما أسئلتك 22 سؤال ولا طلبوا 22 وبدهم يختاروا من 22؟ لا هذا صراحة اللي أنا ما عندي فكرة عنه اليوم، يعني بس أتواصل مع المنصة اختاروا منهم والباقي بضل الكمبيوتر. شوف طيب 22 معقول 11 سؤال؟ 11 يعني لا تقريبا 40 سؤال 11 سؤال ما بعرف أكثر، بقول لك سؤالين على كل محاضرة. صراحة مش لازم أحكي لكم بس هو هيك. بصراحة إحنا بنعرف بالآخر إشي بنعرف يعني. لا طبعا أنا اللي بختار. ترى احنا بالاخر بنعرف كم المحاضره كم عليها سؤال، يعني لازم نعرف اصلا لازم. لازم الامر وحكيت لكم هذا سؤالين على كل محاضره. والله الامتحان عن جد عن جد يعني لهلا انا يعني ضايل لي بس كم المحاضره ما كتبت عليهم اسئله، بس صدقا الامتحان يعني كم سؤال ليش؟ شو هالليدنج كويستشن هذول؟ بونص؟ اوه يا جماعة كبرنا على البونص. ترى مثلا سؤال يكون لله. ايش هو؟ سؤال لله. والله في كثير أسئلة لله. اوه لا تشيك ليست لله ما بدي اعمل. كانت برتونيا دكتورة كان في انجواينال ريجن مع البريتونيوم مع البوستير ابدومينال وول، هذول بمحاضرة واحدة اخذناهم، هذول كلهم عليهم سؤالين اوتو يا شباب. انتم مش تدرسوهم؟ لا لا هذا حكي ايش والله ايش انجواينال ريجن انجواينال ريجن بكره تطلعوا ويحكوا لكم هذا عنده فتق او هيرنيا، شو بدكم تعملوا؟ نرجع الله يشفي. والله هاي المحاضره ما درستها يا دكتور يعني. الله يشفي دكتور، شو اسوي له؟ نبعث لك على التيمز. دكتور عادي وقتها نبعث لك على التيمز. اللي قعدنا فيها ساعه هي محاضره. يعني كيف مقسم عندكم على شو اسمه؟ على المقرر على الخطة مش بعثنا لكم اللي هو جدول الجي اي محطوط فيه كل محاضرة يلا مش حتولى انا بعثت انا حطيت بعثت للمنصف بس ما بعثت لي طب خلص اليوم برجع بقولها تبعته جواينا يا زوي اسئلتكم نتعامل بالمحاضرات ولا بالفايلات؟ شو هاي؟ 60 سلايد بعدين المحاضره اللي شرحتها ساعه يعني مثلا اعطيت شو المحاضره الماضيه كانت تذكروني انا ناسي كان ستومك ستومك وديودينم في سؤالين على ستومك وعلى ديودينم
بكره من حضرتين. طيب انتوا اخذت الامتحان بتخلصش اذا بتحبوا باسل المحاضره بتحاولوا. خلص فكرت كان يوم خميس صح؟ كان يوم خميس. شباب خلينا نبلش وصبايا. اليوم رح نحكي عن ما تبقى من السمول انتستين واللارج انتستين. صراحة اليوم المحاضرة لطيفة. المحاضرة الجاية مش كتير لطيفة. اوكي. اذا بداية شباب ركزوا معي وصبايا. بداية رح نكمل عن زي ما حكينا السمول انتستين. وعرفنا انهم هم مكونين من 3 بارتس اللي هم ديودينام ديوجينام إيليام. اخذنا الديودينام مع الريليشنز تبعونه مع البارتس مع كل شيء. واليوم رح نحكي عن الديوجينام والإيليام في السمول انتستين. وعليكم السلام. لا مبين دكتور الفلاشات. اللي هم الديوجينام and إيليام. الديوجينام and إيليام اللين تبعهم around 20 feet أو اللي هو equal to 6 meter long. The upper two-fifth is the duodenum. إذن the upper two-fifth هو الديوجينام and the lower three-fifth is the إيليام. كل واحد طبعا في بيناتهم differences. The differences between duodenum and إيليام كتير مهمين. أكيد رح يجي عليهم أسئلة. The duodenum begins at the duodeno-duodenal flexure. طبيعي بعد اللي duodenum بجعلنا duodenum في بيناتهم flexure. والإيليام بينتهي وين؟ بينتهي في إشي اسمه اللي هي iliocecal junction اللي هو in between الإيليام and cecum. The coils of duodenum and ileum are mobile. ليش mobile؟ لأنه هم محطوطين في داخل كيس اللي هو الميزنتري. إحنا حكينا عنها كتير. في حدا بيعرف امتداد الميزنتري؟ من ال L2 the left side of the L2 ل iliocecal junction. Iliocecal joint. Iliocecal joint. Joint. The right sacroiliac junction. Right sacroiliac. تمام. شايفين صح؟ شايفين هاي أخذناها كأنه المحاضرة الماضية؟ لا خليهم يحسدوا. احسدوا إخوان تفضل. أوكي هلأ بالنسبة للميزنتري of small intestine it's fan shaped fold of peritoneum. هاي هي الميزنتري. It's long the free edge of the fold includes the mobile intestine. إحنا بنعرف إنه هي عبارة عن زي ساك وذنك اللي هو السمول انتستين. Short root of the fold is continuous with the parietal peritoneum. طبعا الروت تبعتها متصلة بمين؟ في البرايتال بيريتونيوم. والإكستنشن تبعها مهم جدا انها it starts from the left side of the second lumbar vertebrae وبيكمل downward and to the right لحتى يوصل عن right sacroiliac joint. هنا كمان يوضح لنا اللي هي تقريبا بهذا المكان هي root of mesentery. هي بلشت من الليفت وراحت تجاه الرايت. دكتورة هي مش دايركت عند اللمبر L2 هي مش صح مع الميزو كولون والسيجمو كولون شابكين مع بعض بصير زي نقطة التقاء هناك يعني هي مش دايركت راكبة على العظم هيك. الميزو كولون أصدق للترانسفيرس؟ لا مش ترانسفيرس ولا للاسندينج والديسندينج والسيجمويد يعني بيلتقوا هناك اتوقع. هلا الاسندينج والديسندينج هدول ريترو بيريتونيوم انا عارف ما في غير السيجمويد اللي هو كفرد والبيريتونيوم. السيجمويد كفر بالبيريتونيوم سيجمويد ميزو كولون صح بيطلع بيلتقوا عند هذيك الجهه واللي هو دايركت شابك على العظم. هلا شوف الاشياء اللي رح نحكيها المره الجايه رح يكونوا كلهم على البلبك وول مش على الابدومينال وول. على تمام مره ثانيه ان شاء الله. هلا بالنسبه للكونتنتس اوف ذا ميزنتري وذن الميزنتري في عندنا السوبيريور ميزنتريك ارتري اند فين والليمفاتيك فيزلز اند نودز والنيرفز.
هذا اللي حكيت لكم عنه really important to distinguish between the jejunum and ileum. First, the color تبع الجيجنم it's redder, while the ileum it's paler pink. الجدول هذا مهم. بالنسبة للwall of the jejunum it's thick, while in the ileum it's thin. The vascularity in the jejunum it's more than in the ileum. وفي عنا اللي هم شايفين هدول structures اللي هون نسميهم the arterial arcades موجودين عند الجيجنم وموجودين عند الإيليوم. شايفينهم هدول اللي عاملين زي anastomosis لحتى شكلوا لي يعني هم the arteries اللي supplies الجيجنم والإيليوم اللي هم the jejunum and ileal arteries. تمام؟ هدول كلياتهم عملوا anastomosis وشكلوا لي the arterial arcades. تمام؟ هلا شو بتلاحظوا الفرق بين الارتيريال اركيدز اللي في الجيوجنم واللي في الإيليوم؟ which contains more arcades الجيوجنم or إيليوم؟ الإيليوم. also في عنا structure بيطلع من هدول الاركيدز اللي هو بسميه البازاريكتا. تمام؟ هدول straight arteries بيطلعوا تجاه الإيليوم وتجاه الجيوجنم، ولكن في difference بيناتهم في length. mean longer الجيجنم ولا في الإيليوم البازاريكتا؟ في الجيجنم. أوكي تمام. هلأ والفات in the mesentery في الإيليوم it's more. طبعا هذا شو بيعكس؟ هلأ إحنا مش شايفينه على كاديفر على جثة. هلأ إذا شفتوه على الجثة الجيجنم بتكون الفات فيه أقل، فأنت بتكون قادر تشوف الستركتشرز اللي موجودة within the mesentery، يعني تكون قادر تشوف الارتريز والفينز. بينما في الإيليوم بيكون الفات مور، فأنت ما بتكون قادر تشوف إنه شو اللي إنسايد. تمام؟ بيكون الفات مغطي هاي الأشياء. هلأ في عنا كمان اللي هم السيركولار فولدز اللي هم بنسميها البليكا سيركولاريس، بيكونوا في الجيوجنم لارج تول أند كلوزلي باك. هلأ بورجيكم إياهم. while في الإيليوم بيكونوا لو sparse and absent in the distal part. نورجيكم إياهم. هدول هم البليكيا سيركولاريس اللي هم عبارة عن folding للميوكس ميمبرين. في الجيوجنم بيكونوا زي ما أنتم شايفين closely back together، يعني بيكونوا كتير قراب من بعض. بينما في الإيليوم بيكونوا كتير بعاد عن بعض، يعني هاي هون fold بعدين هون fold بعدين هون fold. وبالنهاية في الديستال بارت اوف إيليوم بنبطل نشوف هدول الفولدينج وبنصير نشوف اشي اسمه فايرز باتش اللي هو عبارة عن كولكشن اوف ليمفويد تيشو. اذا الجيوجنم وايدر ثيكر اند ريدر ذان إيليوم. الجيوجنم الوول ثيكر بيكوز اوف ذا بريزنس اوف ذيس فولدينج اوف ذا ميوكس ميمبرين اللي هم بيكونوا more numerous زي ما احنا شايفين and closely set in the jejunum. In the upper part of ileum بيكونوا smaller and widely separated while في lower part بيكونوا absent. دكتورة هسه بتحكي عنهم بيكونوا موجودين بالبروكس ميمبرين اللي هن البليكا سيركولاريس اللي هم folding of mucous membrane. في الأبر بارت من الإيليوم بيكونوا عددهم نوعا ما قليل وبيكون في بيناتهم distance between each fold. تمام؟ لحد ما ننزل لتحت بيختفوا. شو بيظهر عندنا structure تاني اللي هو البايرز باتش. دكتورة بيختفوا يعني ما ببطل في ميوكس ميمبرين؟ لا الميوكس ميمبرين موجود بس ببطل عندنا folding من الميوكس. ليه هون طب محطوط smooth muscle بالصورة هاي؟ وين؟ تحت على اليمين ميوكس ميمبرين. طيب سموث ما في فولد قرأتها مصر. اوكي هلا بالنسبه للبايرز باتشز زي ما حكينا هم اجريجيشن اوف الليمفويد تيشو موجودين في الميوكس ميمبرين اوف ذا لوور ايليوم. في الليفينج بيكونوا مبينين من الوول من الاوتسايد، يعني فيش داعي انك تفتح وتفوت، بيكون زي عامل هيك يعني زي كأنك قادر تشوف إشي طبعة بالداخل موجودة اللي هي البايرز باتش. طبعاً السبب ليش؟ لأنه الإيليوم أصلاً الوول تبعه فين؟ فبنقدر نشوف. هلأ بالنسبة للأرتريز ذات سبلايز اللي هم الجيوجنم والإيليوم اللي هم برانشز
شباب وصبايا بدنا نقسم وننتبه. يعني احنا المره الماضيه حكينا عن مين؟ عن الاستومك. لا مش المره الماضيه، لا ابدا، الاستومك. حكينا من وين اخذ كل البلاد سبلاي؟ من السيليك. بعدين اخذنا الديودينام. الديودينام مقسم في جزء منه اخذ من السيليك وجزء منه اخذ من اللي هو الميكس. مين اللي اخذ من التيمين؟ مين اخذ من الاثنين؟ يس. ويتش بارت اوف الديودينام اخذ من السيليك والسوبيريور ميزنتريك؟ سكند بارت. ما احنا بعد اللي هو الانترانس انتو ذا ميجر ديودينال بابيلا، بعديها صار عندنا خلصنا من الفور جات، بلشنا في الميد جات. شو يعني فور جات وميد جات وهند جات؟ سامعين فيهم؟ كل واحد بلاد سبلاي. لا رح نحكي عنهم في الامبريولوجي، بس انتو حطوا في بالكم انه الفور جات عباره عن سيليك ارتري، الميد جات عباره عن سوبيريور ميزنتريك ارتري، تمام، والهند جات انفيريور ميزنتريك ارتري. الفرق الاساسي ماشي، بس في تيدينام اجزاء والفور كات والهند كات اجزاء اليوديدينام. نو no. طيب احنا طب احكي عن الهند كات تيدينام كل الكات اللي هو السكند بارت. يس تيدينام ايرو فيرست بارت وسكند بارت والثيرد بارت والفورث بارت كمان. انا ما بسهش. اوكي سو ذا سوبيريور ميزنتريك ارتري اللي هو حكينا سبلايز الميد كات اللي هي ات ستارتس فروم the second part of the duodenum اللي هو the midway of the second part of the duodenum اللي هي from the entrance into the major duodenal papilla لحديت وين؟ لحديت the proximal two-third of the transverse mesocolon. تمام؟ هاي كلياتها اسمها mid gut. هدول كلياتهم ماخذين branches من the superior eccentric artery. تمام؟ يعني هيك عشان ما تخربطوا. بعديها من اللاترال ثيرد وفي ترانسفيرس كولون لحديت الانال كانال كلياته انفيرير. ليه هند جات؟ So superior mesenteric artery arises from the anterior surface of the abdominal aorta approximately 1 cm inferior to the celiac trunk at level L1. يعني بيطلع at level L1. هلا البرانشز تبعونه اللي هم زي ما احنا شايفين هون الجيوجينال ارتريز للجيوجينال، ايليال ارتريز للايليام، في عندنا اللي هو الايليوكوليك ارتري، في عندنا الرايت كوليك ارتري، وفي عندنا الميدل كوليك ارتري. هلا من مكانهم الايليوكوليك رح يعطي السيكم، تمام، الرايت كوليك رح يعطي ميلي الاسندنج، الميدل كوليك رح يعطي ترانسفيرس. سبقنا بس عشان لقدام انه تفهموا البلاد سبلاي اوف الجيوجينال. حكينا اند ايليام اللي هي برانشز من السوبيريور ميزنتريك ارتري اللي هم الجيوجينال اند ايليال ارتريز، وهدول بيعملوا انستوموسز لحتى يشكلوا لنا الاركيدز اللي ورجيتكم اياهم اللي بيكونوا في الايليام اكثر من الجيوجينال. تمام، نفس الانستوموسز اركيدز هنا، نفس الانستوموسز هيك فهمت؟ يس، بس هون اسمهم اركيدز بالامعاء زي ما حكينا. هلا البين correspond to the branches of the superior mesenteric artery. يعني الفينز برضو بيروحوا للسوبيريور ميزنتريك فين، تمام، وبتعرفوا قصة السوبيريور ميزنتريك فين. حكينا السوبيريور ميزنتريك فين it join the splenic vein to form the portal vein، بيروحوا للليفر، بينما الانفيريور ميزنتريك فين بيصب في السبلينيك، وبعدين السبلينيك بيكمل ليعمل again joining to the superior mesenteric vein to form the portal vein. وهذا الحكي وين بصير اليونيون بين السوبيريور ميزنتريك وبين السبلينيك؟ هلا بالنسبة لللمفه حكيناها 100 مرة يا جماعة، اللي بحكي ايش؟ شو هالمعلومة هاي؟ دكتورة انت بتعطينا زخم. نيجي لللمفاتيك درينج اوف ذا جيوجينم اند ايليام. بالنهايه كلياتها رح تروح للسوبيريور ميزنتريك نودز اللي هم بيكونوا حوالين السوبيريور ميزنتريك ارتري، ولكن في زي اللي هم نودز وسيطه بتوصل بين هاي البارتس واللي هي السوبيريور ميزنتريك ليمف نودز اللي هم بنسميهم اول واحد اللي هم السوبيريور سنترال ليمف نودز، في عندنا اللي هم الميزنتريك ليمف نودز،
وفي عندنا الجاكستا انتستينال لينف نودز، هذول بياخذوا من الوول. تمام، اسمهم جاكستا. هلا النيرف سبلاي سمباثيتك اند باراسمباثيتك. الباراسمباثيتك من الفيغاس والنيرفز فروم ذا سوبيريور ميزنتريك بلكسس، يعني مش شيء معقد. نيجي على بروبلم بتصير، هاي رح ارجع احكي لكم اياها في الامبريولوجي، اللي هي في عندنا شيء اسمه الميكلز دايفيرتيكولم، اللي هي هاي انومالي اللي هي بتصير كونجينيتال. السبب هلا المفروض انه الامبريو كونكتد مع اللي هي البلاسينتا ثرو ذا بيتل لاين داكت. تمام، ف شو اللي بصير هون؟ بصير عن طبعا بالنهايه هاي البيتل لاين داكت لازم يصير لها اوبليتريشن لما الجنين خلص بيطلع، خلص مش مفروض انها تضل. هلا شو اللي بصير عندنا في الميكلز دايفيرتيكولم؟ انه البيتل لاين داكت تبعت الامبريو بتضل وبتصير تدفش اللي هو الإيليوم لبرا، فبصير زي بروتروجن من الـ الـ من هذول الستراكشرز اللي هو مينلي من الإيليوم لبرا. تمام، اللينف تبعها طبعا هاي شو بيحكوا لها الميكلز دايفيرتيكولم، they call it rules of two، يعني بتصير in 2% of population، طولها 2 inch long 2 feet from the ileocecal junction. تمام، فهي يعني بسموها الرول اوف تو لانه كل شيء فيها تو. تمام، وسام تايمز بيكون فيها جاستريك اور بنكرياتيك تيشو. تمام، طبعا هاي شو الخوف منها؟ انه يصير في ulceration وبعدين perforation وبعدين يصير في عنا peritonitis ممكن تطلع منها. خدناها في السفيق تطور لسرطان صحيح ممكن. اوكي، هلا نبلش في اللارج انتستين. اللارج انتستين ات ستارتس فروم سيكم، اسندينج كولون، ترانسفيرس كولون، ديسندينج كولون، سيجمويد كولون، ريكتام، اند اندز وذ ذا اينال كانال. تمام، هذول الارقام ما بدي اياكم تحفظوهم، بس انه يعني حلو تعرفوا الجنرال انه اللينز تبعهم 5 فيت. طبعا في باريشن. انا رح يشد جلوط من هذا الفيرجن. اوكي، بطلع الخط غير صراحة، انا مش هيك عملته بس مش مشكلة. هلا بالنسبة للفيتشرز اوف ذا لارج انتستين، اول اشي في عنا اللي هو زي ما انتم شايفين هدول، شايفينهم هدول الستركتشرز؟ يس. طلاب شايفين لو انا باشر من هذا ولا كيف؟ اه شايفين شايف. هيك شايفه؟ اشي احمر ماشي يعني زي البوينتر. بس انا حسيته لانه انا هيك بضلني عامله مش عارفه استحكم. فعندنا هون اللي هم اللي بنسميهم الساكيول او الهاوستراك. تمام؟ هدول انه كيف؟ الانتستين زي كانها مطعوجه. تمام؟ السبب انه في لافف عليها حبل اقصر منها طولا اللي هو التينيا كولاي. تمام، اللي هي هاي عباره عن مصل، مصل شيء حطه قصير على شيء طويل كيف بده يركب عليه الا اذا كومت الطويل. فلما تكوم صار في عندنا اللي هم هدول الهاوسترا او اللي نسميهم الساكيول. بعدين في عنا اللي هم تينيا كولاي اللي هم عبارة عن 3 separate longitudinal muscles mainly smooth muscles، بس هدول ما بيكونوا موجودين لا في الابندكس ولا في الريكتم، يعني they are absent in the appendix and rectum. وفي عنا structure ثاني اللي هو الثالث، خلينا نحكي في features of the large intestine اللي هم بنسميهم، شايفين هدول الأديبوز تيشو اللي طالعين من هون، هدول بسميهم إما إبيبلويك أبندجز أو اللي هي اسمها أبنديسز إبيبلويكا. تمام؟ هدول جايين من اللي هو سيروزال سيرفيس أوف ذا كولون، ما منلاقيهم لا في الأبندكس ولا في السيكم ولا في الريكتم. هلأ نبلش في السيكم اللي هي عبارة عن باوتش موجود في الرايت إيلياك فوسا
وتقريبا بيكون above the lateral half of the inguinal ligament and it's around. شباب اللي ورا it's about 3 inch in diameter and it's completely covered with peritoneum. أرقام صراحة مش معنيني أسألكم أرقام. يعني حتى لو أرقام. إيش؟ هاي تسهيل مني هاي الرول. بس مشغل دمكستر. اسمه. دكتور بحرر وبرجع بغلط نفسه. أقول أهلك برينج. برينج. لا. أنا أعمل. يعني شفتوا كتير عليكم انكم تقدروا تحفظوا قديش طول الاسوفيجس قديش طول مش عارف شو فبس تسهيلا يعني تمام ما رح اجيب لكم ما رح اجيب اعمل واحد اسمه ستادي سو السيكم تعرفنا عليه هسه خليكم معي السيكم كومبليتلي كفرد وذ بريتونيوم سو اتس انترا بريتونيال ستراكشر مدام انترا بريتونيال معناتها ايش في موبيليتي although it doesn't have a mesentery تمام يعني السيكم محوط في البريتونيوم بس ما له ميزنتري تعلقه في البوستيرير ابدومينال وول الميزنتري سو اتس اتاتش تو ذا اسندينج كولوم طبعا الكونتينيويشن اوف ذا سيكم شو اسندينج سوري بعد السيكم شو في عندنا اسندينج كولوم كمان شو في structures appendix للسيكم appendix الappendix شو في عنا كمان ال شو اسمه ال terminal part of the ileum اللي هو بالضبط iliocecal junction iliocecal junction بالضبط اللي هو بيفتح في السيكم as iliocecal valve طيب إذا attached to it the ascending colon posterior medially the appendix 1 inch below the iliocecal valve and medially the ileum زي ما حكينا هلا يعني ما جبناش شيء جديد posterior medial the appendix طبعا ليش posterior medial لانه the most common position للابندكس انها تكون retrocecal behind the cecum so it's posterior medial وفي عندنا medially the ileum في عندنا زي ما حكينا اللي هي attachment with the ascending colon هلا كمان في عندنا recesses around اللي هو السيكم في عندنا اللي هو superior وينهم هم واضحين اتخيل تقريبيا يعني لا مش لا انا شرحتهم المره الماضيه بس هون انا ما حطيتش كأني صوره يعني هون نوعا ما نقدر نحكي انه هذا السوبيريور ريسس تمام واللي من تحت اللي هو الانفيريور ريسس وفي عندنا هون اللي هو بيهايند ريترو سيكال فولد هلا حكينا اللي هي التينيا كولاي اللي هي عبارة عن 3 longitudinal muscle band شو بصير لها؟ هلا هي حكينا على طول الكولون لحديت ما توصل لعند الابندكس هدول الثلاثة muscles بيتحدوا وبيلفوا حوالين اللي هي الابندكس وبيعطونا complete longitudinal muscle cord للابندكس يعني من البيز اوف ذا ابندكس هدول الثري longitudinal muscle layer بلفوا حوالين الابندكس لحتى يعطوها كومبليت كفر من المصل تمام هلا الريليشنز انتيريرلي في عنا هاي هون السيكم انتيريرلي في عنا الكويز اوف سمول انتستين في عنا اللي هو الجريتر اومنتوم طبيعي الجريتر اومنتوم جاي من هون فراح يكون انتيريرلي والانتيرير ابدومينال وول بوستيريرلي طلعوا هون شو في عنا structures جايين posterior أول شيء هذا ال structure اللي هو lateral cutaneous nerve of the thigh ثاني structure اللي هو الفيمورال نيرف طبعا الفيمورال نيرف it pass in between هاي اللي هون الإلياكس موصل اللي جاي على الإلياك واللي هو السواس ميجور
بفوت in a groove in between them لحتى يوصل طبعاً وبنزل تحت الانجواينال ليجامنت وبنزل لعند الثاي. ففي عنا حكينا posterior للسيكم أول إشي في عنا كم نرف؟ two nerves اللي هم lateral cutaneous of the thigh and femoral nerve. عنا two muscles اللي هي الإلياكس واللي هي هون السواس ميجر. طبعاً السواس ميجر مع الإلياكس بصيروا إليوسواس مصر اللي هي بتكمل لعند اللي هو lesser trochanter of the femur. مش يعني مهم إنه تعرفوا هلأ الباثوي. هلأ posterior medially للسيكم حكينا هالأبندكس وميديالي إيش في عنا كان اللي هو small intestine which part اللي هو الإليا. سهلة صراحة. The blood supply of cecum اللي هم the anterior and posterior cecal arteries. اللي بحكوا آخر مرة بحكي لا تحكوا. So anterior and posterior cecal arteries اللي هم هدول كمان بيعطوا cecum. الفينز دائما مثل الارتريز يعني في عنا اللي هم الانتيريور والبوستيريور سيكال ارتريز اللي هم بالنهايه بيصبوا بالسوبيريور ميزنتريك فين اللي هو بالنهايه بيتحد مع السبلينيك فين وبيعطونا البورتال فين اللي بيروح للليفر. هلا الليمفاتيك درينج اللي هي بالنهايه بتوصل عند السوبيريور ميزنتريك نودز والنيرف سبلاي اللي هي سمباثيتك اند باراسمباثيتك من السوبيريور ميزنتريك بلكسس. هلا بالنسبه ل حكينا عن ستراكشر اللي هو الايليوسيكال فالف اللي هي هاي موجوده في السيكم تمام. اولا هاي رودمنتري ستراكشر فيها تو فولدز شايفين هذا فولد وهذا سكند فولد اوف ذا ميوكس ميمبرين اتس بروجكت اراوند ذا اوريفيس اوف ايليوم هون حوالين الإيليام. هلأ هي عبارة هلأ من اسمها هلأ ممكن تفكروا فالف يعني هي عبارة عن يعني خلينا نقول باسج يعني هي ما بتعمل إنها بتمنع مثلا الفود إنه أو بتمنع الفيسز مثلا إنها ترجع أو هي ما إلها هذا البارت. في إشي تاني ستركتشر إذا إمنا الفالف منلاقي في إشي اسمه الإيليال بابيلا تمام. إذا شلنا الفالف منلاقي إشي اسمه إيليال بابيلا هاي ممكن تعمل تتحكم بهذا الإشي. بس الإيليوسيكال فالف بتبليز ليتل أول أور نو بارت إن ذا بريفنشن أوف ريفلكس أوف سيكال كونتنتس إنتو ذا إيليام. ذا سيركولار مسل أوف ذا لور إند أوف إيليام كول ذا إيليوسيكال سفنكتر إت كونترولز ذا فلو أوف كونتنتس فروم ذا إيليام إنتو ذا كولون. يعني هذا السفنكتر شو بيعمل؟ بيدخل الأشياء من الإيليام للكولون. The smooth muscle tone reflexly increased when the cecum is distended. يعني لما يكون full بصير إيش في عندها بصير لها contraction لحتى إنه ما ترجع الأشياء. بس لما بصير في عنا إفراز للغاستريك هرمون شو بصير؟ بصير relaxation للمسل ف it allows the passage of these structures from the ileum into the cecum. هلا نيجي على الأبندكس. It's a narrow muscular tube زي ما حكينا. It contains amount of lymphoid tissue. Its length ما بهمناش كتير. The base is attached to the posterior medial surface. لاحظوا كله حكينا. The remainder of the appendix is free يعني بس البيز attached while الباقي كلياته free. بالنسبة لعلاقة بيتونيوم it has اللي هو ميزو appendix اللي هي complete peritoneal covering تمام. فالبيتونيوم بيغطي الابندكس which is attached to the mesentery of small intestine عن طريق اللي هو الميزو appendix. يعني هون زي ما احنا شايفين this is the appendix and here the meso appendix اللي هي attached to the mesentery of small intestine. Also الميزنتري عادة احنا حكينا في محاضرة البريتونيوم it contains vessels, nerves, lymphatics. Ventricular artery.
كمان نحكي عن اللي هي الأبندكس. الأبندكس its location in the right iliac fossa وفي إلها different positions. يعني هدول هذا هو اللي بنسميه variation of normal. مش disease إذا كان مثلا في البلفيك جاي الأبندكس. بس في إلها different locations. The most common location to be posterior medial أو بنسميها retrocecal. تمام؟ إنها تكون behind retrocecal. هاي بتشكل أكبر نسبة. تمام؟ من الناس يعني لو إحنا أخذناكم كدفعة بنلاقي الأغلبية عندهم الأبندكس posterior medial أو اللي هو retrocecal. While الإشي الثاني اللي هم تكون في البلبس. اللي هي pelvic appendix. هاي اللي هي second most common. بعدين في عنا اللي هو subcecal اللي هي below cecal. في عنا pre-ilium in front of the ilium. في عنا post-ilium behind the ilium. تمام؟ هدول هم ال most common positions للappendix. طبعا زي ما حكينا أكتر إشي common بين الناس اللي هو يكون retrocecal and بعدين اللي هو pelvic. هلا لحتى نحدد اللوكيشن اوف ذا بيز اوف ذا appendix شو بنعمل؟ ناخذ خط من الانتيرير سوبيريور ايلياك سباين لعند الامبليكس. بنقسم هذا اللاين انتو 3/3 يعني هون 1/3 و 2/3 وهذا اللاست ثيرد. تمام؟ اللاترال 1/3 هون بيكون عندي البيز اوف ذا appendix. هلا اليوم انا متاكده رح حدا يبعث لي على التيمز دكتور انت حاطه بالسلايد 2/3 اوف ذا واي فروم ذا امبليكس تو ذا انتيرير سوبيريور ايليكس ذا ستارت اوف ذا ثيرد. نفس الشيء يعني سواء بنحكي اذا من الامبليكس للانتيرير سوبيريور ايليكس باين 2/3 اذا من الانتيرير سوبيريور ايليكس باين اتجاه الامبليكس بناخذ الثيرد. وهنا احنا معنيين ندور على مين؟ على البيز. يعني هون انا بس احدد هذا اللوكيشن تكون عرفت انه هذا البيز اوف ذا appendix. البلاد سبلاي اللي هو الابنديكولار ارتري اللي هو بيكون موجود وذن ذا ميزو appendix اللي هو جاي من البوستيرير سيكال ارتري. والبوستيرير سيكال ارتري جاي من وين؟ اللي هو الايليوكوليك ارتري اللي هو المين برانش اوف ذا سوبيريور ميزنتريك ارتري. يعني السوبيريور ميزنتريك اعطاني ايليوكوليك, الايليوكوليك اعطاني انتيرير اند بوستيرير سيكل. سيبنا من الانتيرير ناخذ البوستيرير سيكل اعطاني اللي هو الابنديكولار. الفينز لايك اللي هم الارتريز والدرين بصير للسوبيريور ميزنتريك نودز. يعني سهل في جاكستا وبريو نفس الميزانتريك. في العادة دائما في عنا وسيط بس هون الابندكس كتير قريبة من الميزانتريك فيعني ممكن ما يكون في إلها وسيط يعني دايركت من شو اسمه الابندكس. بس الستركتشرز الثانية المفروض يكون في عنا وسطاء. بس أنا بهمني تعرفوا إنه في النهاية بيروحوا للسوبيريا ميزانتريك. هلا الابندكس سبلايد باي سمباثيتك اند باراسمباثيتك اللي زي ما حكينا من السوبيريور ميزنتريك بلكسس. افيرنت نيرف فايبر كونسيرف وذ ذا كوندكشن اوف فيزيرال بين فروم ذا ابندكس اكومباني ذا سمباثيتك نيرف اند انتر ذا سباينال كورد ات ليفل تي 10. شو يعني السيجمنت اللي بتعطي المنطقه الابندكس هي تي 10. تمام؟ و هلا هذا ليش حكينا عنه هون؟ لاني بدي ارجع احكي لكم انه تي 10 ات اولسو سبلاي الامبليكس. يعني الامبليكس والمنطقه الابندكس they are supplied by the same segment of nerves اللي هي تي 10. That's why بصير مرات في عنا ريفيرال للبين. بيجي بيكون عنده appendicitis ولكن they feel the pain in the umbilicus. تمام؟ في منطقة البطن بتحكي بطن بوجعني ما بحكي بهاي المنطقة. ولكن في الادفانسد ستيج لما يصير في عنا فعلا الانفلاميشن كتير زاد والبرايا البريتونيا متأثر وقتها بصير في عنا مينلي الفيلينج بيكون على الرايت سايد اللي هو في البليس اوف ذا appendix. ها
هلا رح ارجع احكي عنه لانه هذا مهم. هلا هو زي ما حكينا acute appendicitis it's a common inflammation of the appendix and it's caused by bacterial infection. والpain we feel it in the peri-umbilical region. يعني لما الappendix become more inflamed it irritates the parietal peritoneum and the pain become well localized to the right lower quadrant. يعني first حطوها في بالكم أول إشي the visceral peritoneum that covers the appendix first affected. صح؟ شو وين ال وين الفيلينج بنحسه؟ بنحسه عند الأبنكس. ولكن لما بصير الإنفلاميشن يزيد بيوصل لعند البرايت البريتونيوم. تمام؟ فبصير في عنا شعور في البين. وين بصير؟ بصير بالضبط في منطقة الأبنكس اللي هي في الرايت لور كوادرانت. طبعاً شو بيعملوا في الأبنكس؟ سيرجيكال ريسكشن. بالدكتور. هون كمان مرة البين of appendicitis. We feel it. زي ما حكينا ال afferent pain fiber enters the spinal cord at level T10 اللي هو the same segment as اللي هو the segment that supplies the umbilicus. طبعا إذا بدكم تفسروها أكثر بالنيورو التنين بيتغذوا بنفس السيجمنت يعني ال afferent وصلت لوين للسبينال كورد راحت في عنا اللي هي أوامر للدماغ الدماغ ما قدر يميز هو من الأمبليكس واللي هو من الأبندكس فمنحس بالريفيرد بين لأنه هو نفسه البرين بيكون كونفيوز لأنه هم جايين من نفس السيجمنت. هلا نحكي عن اللي هو الأسندينج كولون. It's in the lower right quadrant and it extends upward from the cecum to the inferior surface. Of the right lobe of the liver. يعني هو بيكمل. نرجي صورة. يعني هون. الascending colon هو continuation من السيكم. تمام. بيكمل عند ما يبلش عنا اللي هو الليفر أو اللي هو mainly right lobe of the liver. فشو بيعمل؟ بيعمل flexion. يعني بيروح to the right وبتشكل عنا هون اللي هو right colic flexure. أو اللي هو right hepatic flexure. تمام؟ okay. Then it becomes continuous with the transverse colon. يعني بعد ال right colic flexure بيصير في عنا اللي هو ال transverse colon. هلا بالنسبة لل ascending colon بنلاقي فيه كل اللي هم ال features اللي حكينا عنهم في large intestine. اللي هم tinea coli ساكيولز ابنتيسس ابيبلويكا البريتونيوم بالنسبه للاسندينج والديسندينج ريترو ريترو they just covers the front and the sides of the colon. ريليشنز للاسندينج كولون زي ما احنا شايفين لا خلينا بالاول انتيريرلي في عندنا اللي هم الكويز اوف سمول انتستين يعني هي هون عندنا الاستراكشر الجريتر اومنتم تتذكروا كيف نزل بهاي المنطقه تقريبا تكون معبه جريتر اومنتم سو اتس انتيرير الانتيرير ابدومينال وول انتيرير بوستيريرلي ايش في عندنا ستراكشرز اللي هو شوي من الالياكس تمام وفي عندنا اللي هو الكوادريتس لامبورم مسل تتذكروها هاي لما حكينا عن المسلز اوف ذا بوستيرير ابدومينال وول وفي عندنا هون الترانسفيرسس ابدومينس مسل ابنيروس تبع وفي عندنا اللور بول اوف ذا رايت كيدني كله هاد بوستيرير بلس في عندنا تو نيرفز اللي هم اليو هايبوغاستريك اليو انجوينال او اليو انجوينال اللي هو جايين من L1 بتتذكروا حكيت لكم اياهم هدول لما حكينا عن المسلز اوف ذا انتيرير ابدومينال وول من الاكسترنال اوبليك لا اللي هو الترانسفيرسس ابدومينس كانوا سبلاي باي اللور 6 ثوراسيك بلس ذس نيرفز اللي هم ال1 ما عدا مين الريكتس ابدومينس حكينا فقط لور 6 ثوراسيك نيرفز اوكي البلاد سبلاي للاسندينج جاي من اللي هو الايليو كوليك واللي هو الرايت كوليك برانشز من اللي هو السوبيريال ميزنتريك ارتري
والفينز سيم ستوري. الليمفاتكس هون بيروحوا برضو لكوليك نودز، بعدين بيروحوا للسوبيريور ميزنتريك نودز اللي هي نفس ما حكينا قبل. يعني في عنا وسيط، نرجع للصورة عشان هاي لاحظوا هون مثلا، هون عنا الاسندينج، هاي هدول الوسطاء اللي بالاخر بيوصلوني ل اللي هو السوبيريور ميزنتريك نودز. نيجي على الترانسفيرس كولون، it extends across the abdomen and it occupies the umbilical region and it begins at the right colic flexure and it goes downward and it's suspended by transverse mesocolon from the pancreas. تتذكروا شو في إشي كان يحوط للترانسفيرس كولون؟ yes the greater omentum. yes the greater omentum كان من وين يطلع؟ من الجريتر كيربتشر اوف ستومك، بعدين ينزل ويرد الى طبعا اللي بالاول نزل تو لايرز، لما رجع لف على نفسه كمان في عندنا تو لايرز. وين انتهوا؟ انتهوا في الترانسفيرس كولون، مينلي انتهوا في اللور بارت اوف ذا ترانسفيرس كولون، بينما الباقي اللي هو السوبيريور بارت اوف ذا ترانسفيرس كولون كمل عنا as transverse mesocolon وارتبط في البنكرياس mainly the anterior surface of the pancreas. So كمان في عنا شغلة اللي هي left colic flexure is suspended from the diaphragm by phrenico-colic ligament. تذكروا phrenico-colic ligament يعني بين الديافرام والكولون. و the same as اللي هو ال ascending colon و the same as the colon in general in regards to the feature they have tinea coli, saccules, appendices, epigloica. هلا زي هذا اللي هو ال transverse mesocolon اللي هي الميزنتري اللي هي زي ما حكينا ال transverse colon is suspended from the anterior border of the pancreas. It's connected to the anterior border of the pancreas. While the mesentery is attached to the superior border of the transverse colon. حكيت لكم الميزوكولون امتداده بين ال anterior border of the pancreas to the اللي هو ال superior border of the transverse colon. وال greater omentum لا ماخذ الجزء اللي ما عليه اللي هو ال transverse mesocolon. هلا ال relations لل transverse colon. First في عنا اللي هو anteriorly greater omentum هو مغطي والanterior abdominal wall. Posteriorly لاحظوا لما حكينا على second part of the duodenum ذكرنا هاي الريليشن. هلا هون شلنا الترانسفيرس كولون عشان نشوف شو في تحته، لقينا اللي هو second part of the duodenum, the head of pancreas and also the coils of the duodenum and ileum. The blood supply of the transverse colon, the origin تبعها من حكينا اللي هم mid gut و hind gut. إذا ما أخذ من وين؟ superior mesenteric and also from the inferior mesenteric. من superior mesenteric اللي هو the proximal two third اللي هو the middle colic artery. تمام؟ و the lateral one third أخذ من مين؟ من اللي هو the left colic artery. تمام؟ اللي هو left colic طبعا من الانفيريور ميزنتريك، الميدل كوليك جاي من اللي هو السوبيريور ميزنتريك، والفينز بالنهايه بصبوا في السوبيريور والانفيريور ميزنتريك فينز. الليمفاتكس برضه مقسم لانه هو زي ما حكينا هو ميكس، البروكسيمال تو ثيرد بيروح للسوبيريور ميزنتريك نودز والديستال وان ثيرد للانفيريور ميزنتريك نودز. النيرف سبلاي اللي هي عن طريق السوبيريور ميزنتريك بلكسس اند اولسو الانفيريور ميزنتريك بلكسس واللي هي والباراسمباتيك انرفيشن اللي هي بتكون ثرو فيجل اللي هي للسوبيريور ريجن او للميد جات وللهند جات اللي هم الباراسمباتيك بلبيك سبلانكنيك نيرفز. هلا نيجي على الديسندينج كولون اللي هو اخر شيء. زي ما حكيت كولون ببلش من عند الليفت كوليك فليكتشر
and it continues with the sigmoid. يعني هي جاي بين the left colic flexure and the sigmoid colon. وفيها زي ما حكينا features. إيش هم الفيتشرز اللي إحنا حكينا عنهم؟ مين بقدر يحكي ليهم؟ أصحيكم يا جماعة. ريتروبريتوني. لا عن ال شو اسمه؟ شو من الفيتشرز of the colon؟ شو بنلاقي؟ لوتس والتينيا والتينيا والأبنديسز. وزي ما حكينا descending colon هو retroperitoneal structure. Only the front and the sides are covered with peritoneum. Anteriorly بالنسبة للdescending colon شوفوا. الديسندينج كولون الريليشن تبعونه هم الريليشن تبعون الاسندينج والسيكم. يعني الريليشن تبعون السيكم بلس الريليشن اوف ذا اسندينج اتس ايكوال تو ذا ريليشنز اوف ذا ديسندينج كولون. تمام. يعني اذا حطوا السيكم لحال والاسندينج لحال خلص تكونوا عارفين شو هم الريليشنز اللي جايين بيهايند اللي هو الديسندينج كولون. Again, anteriorly, اللي هم الكويز of small intestine, the greater omentum, والanterior abdominal wall. صباي ركزوا معي. Posteriorly, شوفوا شو في عنا posteriorly. ألوان. في عنا كتير أشياء موجودة posteriorly. أولاً اللي هو the lateral border of the left kidney. في عنا the origin of the transversus abdominis muscle. هلا فيكم تحفظوهم as muscles. كم مصل عنا؟ يعني احنا كم مصل عندنا هون الكوادريتس لامبورم واللي هي الفور مصلز صح اول شيء الاورجينيت سوس اللي هو هون السوس والإلياكس وفي عندنا الكوادريتس لامبورم وفي عندنا الترانسفيرسس ابدومينس مصل الاورجين تبعها الاورجين يس سو في عندنا فور مصلز طيب في عنا structure اللي هو the left border of the left kidney. عنا four nerves. كم nerves? Four nerves. اللي هم مين بيقدر يحكيهم? L1. Yes. اللي هم? L1 وال lateral cutaneous. Yes. وال femoral. Yes. وال femoral. هاي هذا عنا هون the lateral cutaneous وهون عنا the femoral وفي عنا هون اللي هو the iliohypogastric وهون عنا the ilioinguinal nerve which constitute the L1 nerves. وصلت يا جماعة هلا البلاد سبلاي للديسندينج كولون اللي هي زي ما حكينا ماخذة من الهند جات اللي هو من الانفيريور ميزنتريك ارتري شو أعطى الانفيريور ميزنتريك أعطانا الليفت كوليك وأعطانا السيجمويد برانشز لحتى يعملوا سبلاي للديسندينج كولون البينز برضو بيروحوا للانفيريور ميزنتريك الانفيريور ميزنتريك يا جماعة وين بينتهي الانفيريور ميزنتريك بنتهي في شو اسمه سبلينك فين يس اكسلنت هلا بالنسبه للليمفاتيك درينج اوف ذا ديسندينج كولون بيروح كلياته برضه كوليك نودز اللي هم الكوليك الوسطاء اللي بودونا للانفيريور ميزنتريك نودز اراوند ذا اوريجين اوف انفيريور ميزنتريك ارتري النيرف سبلاي اللي هم سمباثيتك وبارا سمباثيتك اللي هم من البلفيك سبلانكنيك نيرفز اللي هم عن طريق الانفيريور ميزنتريك بلكسس. يعطيكم ألف عافية.